شو عملتي لنا؟ اليوم حأعمل شكشوكة على طريقتي. شكشوكة؟ أنا أول شيء بس بدي أقول لك إنه أنا ولا مرة أكل شكشوكة قبل، فرح أكل أول مرة شكشوكة منك. هاي أول شيء. أنا قلت لحالي أوكي، أنا كتير بحب الشكشوكة وبحسها إنه كتير مناسبة للسحور، فقلت لحالي كيف فينا نعملها بطريقة سهلة؟ حنعملها بطريقة إيج مافن. فأول شيء رح نستعمل هاي المافن بان. أوكي. فبدي إياكي أول شيء تدهني بزيت الزيتون. أنا حأبدأ هلا بصلصة البندورة، فحأبدأ أول شيء بزيت الزيتون. ثلاثة رح استعمل صح؟ ثلاثة ايه. حبلش بالبصل. هلا حضيف الثوم. هلا البهارات اللي حنضيفها عنا بابريكا حلوة، عشان هيك استعملت الحلوة، بعرفك ما كتير بتحبي الحار. هلا حنضيف شوية كمون، الشكشوكة معروفة دائما بيحطوا لها كمون. انا بحب البهارات حطهم مع البصل وينقلوا شوي انه تطلع ريحتهم اكثر. حضيف كمان هون التوميتو بيست رب البندورة. إيه؟ عندي معلقه كامله مع القطعان. هلا عندي فلفله حمراء رح نقليها كمان مع البصل والثوم. هلا رح اضيف البندورة. هذا رب لا تشوب توميتو. هاي تشوب توميتو، فقلنا انه رح نضيف شويه سكر بني. ايه سكر بني لانه البندوره شوي بتجي حامضه، فحضيف هيك معلقه صغيره. فحنشفها شوي على النار، حتاخذ ربع ساعه. حضيف شويه حر، ما ححطه كله. أوكي. ححط بس شوي. بهالمرحله رح احط لها، شايفه بلشت تنشف، ححط إيه. كمان شويه ملح، ما حط كثير. اوكي، وكمان شوية فلفل. ما بتشهي كثير طيبة شكلها. شايفة نشفت تقريبا، شايفة ما عاد في سائل تقريبا، يعني صارت ناشفة. فحضيفي فحضيف الصلصة هي. أنا رح أخلطها. شايفة صارت لونها على حمار دغري. اوكي، حنضيف كمان وحدة. شو خمس معالق توتل صح؟ خمس معالق. شو بحط معلقة واحدة تقريبا؟ إيه؟ تقريبا كب جاي ايه، حتى تملي يعني ثلاث ارباع تقريبا من المافن. صراحة لونهم كتير حلو. ولحن حطه بالفرن صح؟ هلا نحطه بالفرن، هو على 180. هلا صارت جاهزة. شكلهم صراحة كتير 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 بشهي. شايفة طالعين مثل المافن حقيقة، منظرهم كتير حلو. إن شاء الله بتعجبكم وجربوها وعطونا رأيكم. صراحة يعني بحس اختيار أو وصفة كتير كتير يعني يونيك بيقولوا. هلا بنتسحر أنا وياكي. يلا يلا بنشوفكم بحلقة جاية. Bye. Bye.